يا من بيده حياتي، يا من إليه يرجع أمري كله، ربي بيدك سعادتي وشقائي، يا من على العرش. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير كله، من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا،